وين خالتك؟ نحن هون عايشين هلا في هالمخيم، كل شيء غالي، المعيشه غالي. هذا جبت ربطين خبز اليوم لاولادنا مو من غير اكل، والله بالفعل هيكي. هذا اليوم جبت ما بعرف 5 ربطات ناموا الاولاد من غير عشاء. اولادي عندي اولاد 4، واحد عنده 12 وليد 6 بستي، وواحد عنده كمان 7 بنات و4 صبيان، وواحد عنده كمان 4 اولاد، واحد عنده 6، والمعيشه غالي، وانا حرمه كبيره به، بيعطونا حتى طحين، عمال نعجين ونخبز. لربط الخبز اليوم لربط الخبز ب 400 ورقه ما بتكفي 2، الله يساعد. نحن وما في مصريات، ما في ليه؟ قلت له هاتني طحين يا اخي، هاتني عجني، وانا بدي اخبز الكين، وانا حرمه كبيره الله يساعد. صاحبه مرض، معايا جلطه، معايا ضغط، معايا سكر، غصب عني بصمه، وشوفوا عيني كيف عمال بتدمع من الدخان ومن هاي، وعمال منطب حالنا على المهاليك. بقى ارحمونا، الله يرحمكم، ارحمونا.